اكرم علي بيقول لك جالك اي عرض للعب في اوروبا ولا لا وفين؟ احنا هنتكلم لسه على الجزء بتاع العين الاماراتي لانه في كلام كتير جدا جدا وكواليس واسرار هتتحكي النهارده لاول مره. عبد الحميد جابر بيقول منور الدنيا يا كابتن حسين حبيبي، ربنا يخليك. لاعب بروح الاهلي، منتظرين منك الكتير باذن الله. الله الدوري، الله، افريقيا، الكاس، وحشنا نشوف الاهلي في كاس العالم للانديه ان شاء الله. وانا كمان وحشني اللعب. لا انا مع الاهلي ان شاء الله. وحشك اللعب في كاس العالم للانديه. زيكو بيقول مش واجب. زيكو ما ينفعش الكلام ده، مش هيطلع لها. يعني مش هقول الكلام ده على الشاشه. ماشي. مصطفى ناجي بيقول منور الشاشه، مش منور شاشه الاهلي يا كابتن، سبب فرحتك بهدفك اللي سجلته في الاهلي رغم انك اهلاوي؟ سؤال حلو. لا والله يعني انت فتحتني في الموضوع دوت. اتفضل. الموضوع ده كان فيه مفاوضات وفي نفس الوقت كان فيه مفاوضات ناس من الاهلي. من الاهلي وكان في نفس الوقت كان في ناس بتقول لك لا ما يصلحش الاهلي. يعني كان اسلام عايزك مثلا جوه النادي، وفي ناس تانية ومحمد لا. مش عايزك. اوكي. فانا حتى الاحتفال بتاعي انا كنت عامل كده، اللي هو طب اعمل ايه؟ وبعدين يعني اللي هو بعدين، طب انا اعمل ايه؟ قولي لي اعمل ايه؟ يعني كان حتى بس ساعتها الكوره فيها كده، اصل هي وجهات نظر في الاخر. انا اهلاوي شايف حسين كويس فاهم طبعا. هي في العالم كله لحد دلوقتي في ناس طبعا ما بتبقاش مقتنعه بحسين، في ناس مقتنعه بحسين. هتكلم معاك في النقطه دي كتير يعني. فطبعا يعني فطبعا دي حاجه ما حدش يقدر يختلف عليها. فانت ما كانش قصدك حاجه؟ لا ما كانش قصدي اي حاجه. حتى انا ولا احتفلت مثلا ولا قلعت تيشيرت ولا جريت، لا انا جريت بالظبط، جريت عادي، عملت كده اهوت. اللي هو انت ما انا هعمل ايه؟ اعمل اكتر من كده طيب؟ يعني الوقت ده كان اصلا فيه مفاوضات، يعني كان فيه مفاوضات قويه، وفي نفس الوقت في ناس بتقول لي لا هم مش حدش عايزك. من الناس جوه النادي يعني؟ الناس جوه النادي. اوكي. ف يعني وحاجه ثانيه، دي الفتره اللي قبل قبل ما اروح العين. اوكي. والسنه اللي قبلها انا كنت بتحايل على ناس ان انا ادخل الاهلي. بتتحايل على ناس؟ كان في مفاوضات، وفي نفس الوقت المفاوضات وقفت، وفي ناس كلمتني قالت لي يا حسين تعالى اوديك نادي ثاني لان الاهلي مش عايزك. وكلا يعني؟ ما خلي بالك اصل ايوه طبعا. لا انا فاهم دي. لا بس انا صممت، لا قلت لهم لا، طب خلاص هم النادي الاهلي مش عايزني، انا مكمل في المقصف. اوكي. فهو ده اللي خلاك تبقى يعني ده سبب يعني. ده سبب. والسبب طبعا ساعتها حتى تاني سنه اللي هو بقى اللي هي نص الموسم اللي رحت العين فين بعدها بقى، اللي هو كنت في المقصف واحتفلت بالجون دوت، بعد كده رحت العين. انا كنت مصمم يعني، حتى انا من ضمن احلامي اللي انا الحمد لله حققتها اللي هو كنا نلعب في النادي الاهلي. دي كانت حاجه كبيره يعني بالنسبه لي وبالنسبه للعيبه كتير قوي في مصر، اللي هي تلعب للنادي الاهلي. تلعب للنادي الاهلي. انا يعني في عروض جت كتير بارقام كبيره، بارقام كبيره من وانا في العين للنادي العين وليا. طيب خلينا نروح على طول الكلام ده. وانت ده الناس مستنيه الكلام ده. انت